السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن تحليل لمباراة القمة بين الكبير الأهلي والكبير الزمالك في واحد من أقوى الديربيات على مستوى العالم، واللي صنفته جريدة صن الإنجليزية إن هو الديربي رقم 10 من حيث القوة والجماهيرية في العالم، ديربي الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. المباراة في الأسبوع ال 14 من الدوري الممتاز اللي بيتصدره الأهلي ب 31 نقطة، في المركز الثاني بيأتي فيوتشر ب 30 نقطة، في المركز الثالث بيأتي فريق بيراميدز ب 28 نقطة، وفي المركز الرابع فريق الزمالك ب 26 نقطة ولكن بمباراة أقل عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث. البداية مع فريق الزمالك صاحب الأرض والمباراة، الجد فريرا الموسم الماضي حصل على الدوري الممتاز بعد موسم رائع من جانب الفريق في ظل أزمة الفريق بعدم وجود أي تعاقد الفريق لمدة عام وإيقافه من التعاقدات، ومع رحيل نجوم من فريق نادي الزمالك بحجم طارق حامد وبحجم حارس المرمى أبو جبل، ولكن حصل الزمالك على الدوري في موسم رائع أداء ونتيجة من المدرب فريرا ومن فريق نادي الزمالك اللي لعب في هذا الموسم بطريقة 3-3-3-1، يعني ليبرو كان في خط النص، رؤى اللي أدى موسم روعة، وليبرو في الدفاع كان بيختلف ما بين محمود علاء أو الونش أو عبد الغني اللي دخل في التشكيلة، وكان موسم الزمالك رائع مع فكر فيرا اللي لعب بمبدأ المتاح قدامه واللاعبين المتاحين وقدر يحصل على الدوري الممتاز في موسم رائع من نادي الزمالك. في هذا الموسم قدر نادي الزمالك يتعاقد مع مجموعة كويسة جدا وكبيرة جدا من اللاعبين، الزناري بالإضافة إلى الوردي نضاي، عمر السيسي، مصطفى شلبي، عمر جابر، دونجا وسامسون، ومع كمية التعاقدات حصل ضروب وهبوط في المستوى كبير جدا من جانب فريق نادي الزمالك والجد فيريرا. السبب الرئيسي في هذا الضروب كان تلاحم الموسمين وهبوط مستوى الفريق بسبب عدم اعطاء اللاعبين راحة سلبية بين الموسم الماضي والموسم الحالي ادى بهبوط مستوى 90% من لاعبي نادي الزمالك. تاني سبب في هبوط مستوى نادي الزمالك كان عدم تأقلم اللاعبين الجدد مع الفريق، نضاي الوردي اللي لم يستطع التأقلم ورحل عن الفريق وسامسون، وده كان سبب من أسباب هبوط مستوى الفريق. السبب الأهم والأكبر في هبوط مستوى نادي الزمالك كان فكر الجد فريرا اللي تعامل مع مباراة الموسم الحالي على أنها فترة إعدادية تجريبية. الجد فريرا كان بيضع خطط لكل مباراة مختلفة عن المباراة اللي قبلها ويضع اللاعبين في أماكن غير أماكنهم، زيزو اللي كان بيدخله نص الملعب وبيلعبه في الوينجين إلى جانب لاعبي خط النص اللي كان بيغير أماكنهم، والباك اليمين اللي كان بيحطه باك شمال والباك الشمال اللي بيرجعه باك يمين، وده كان سبب من أسباب اهتزاز مستوى لاعبي نادي الزمالك، وهو السبب الأكبر كان فكر الجد فيريرا تعامله مع مباريات هذا الموسم على أنها مباريات تجريبية أو مباريات تدريبية، أو كان بيعتبرها أنها مباريات إعداد. الفكر المتذبذب لفيرا وإدارته للمباريات أدى بفريق الزمالك لخروجه من كأس مصر بعد خسارته من بيراميدز، إلى جانب رجوعه للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اللي حصل عليه الزمالك آخر موسمين، وده بسبب الفكر التدريبي المدرب وسوء إدارته للمباريات. في الجهة المقابلة بنبص للنادي الأهلي والعم كولر اللي بدأ الموسم كأفضل ما يكون، أداء عالي جدا من لاعبي الفريق، ضغط من أجل استخلاص الكرة والهجوم المفاجئ المباغت على الفرق المنافسة أداها الأهلي في بداية الموسم مع العم كولر بشكل عالي وكويس جدا. ثبات منظومة اللاعبين وثبات التشكيل كان من أبرز مميزات العم كولر، ولكن في الفترة الأخيرة حصل هبوط كبير جدا من جانب اللاعبين ومن جانب فكر العم كولر في إدارة المباراة، وده أثر بشكل سيء جدا على أداء اللاعبين في الملعب وعلى نتائج الفريق رغم أن الفريق لم يتلقى ولا خسارة مع العم كولر. وده كان لعدة أسباب، أول الأسباب ديت كان عدم تعاقد الإدارة مع لاعبين جيدين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتدعيم الفريق بشكل جيد من أجل مواصلة مباراة الموسم. السبب الثاني كمية الإصابات المبالغ فيها في فريق النادي الأهلي، وده ممكن يرجع للجهاز التدريبي المصاحب لعم كولر اللي ممكن بيدي حمل زيادة على اللاعبين، أو الجهاز الطبي المصاحب للفريق في سوء تعامله مع إصابات لاعبي الفريق. ولكن السبب الأبرز في ذلك من وجهة نظر الشخصية المتواضعة جدا ممكن حضرتك توافقني فيها أو ترفض، هي سوء جودة لاعبي النادي الأهلي، ويعتبر الجيل الحالي هو أسوأ جيل في تاريخ النادي الأهلي منذ 30 سنة فاتت. يعتبر اللاعبين المميزين اللي مستواهم ثابت قليلين جدا يعدوا على صوابع الايد الواحدة عبد المنعم، ديانج، معلول، حمدي فتحي، السولية، دول اكتر لاعبين مستواهم ثابت من مباراة لاخرى، ما بينزلش الا قليل جدا ولكن بيأدوا اداء عالي جدا في الملعب، اما باقي اللاعبين بلا استثناء فادائهم مهزوز، دا
ده راجع من وجهة نظري لسوء جودة لاعبي النادي الأهلي الموجودين في هذا الجيل، وعشان كده كانت مطالبة معظم الجماهير بتعاقدات كبيرة جدا في الفريق، وده اللي بدأت إدارة الفريق تنفذه إلى حد ما بتعاقدهم مع خالد عبد الفتاح، ظهير أيمن فريق سموحة، مروان عطية خط نص فريق الاتحاد، إلى جانب محمد الضوي الشاب الصغير 19 سنة اللي تعاقد معاه النادي الأهلي من نادي النجم الساحلي. اتصل الإدارة من أجل تدعيمات وتعاقدات أخرى للفريق من أجل المنافسات القادمة، دوري أبطال أفريقيا، الدوري العام، كأس مصر اللي صعد فيه النادي الأهلي إلى النهائي، وكأس العالم للأندية اللي بدايتها هتبقى 1 فبراير. ومع ذلك ورغم الفكر التدريبي المتذبذب للجد فريرا والجودة العالية جدا من جانب لاعبي نادي الزمالك والفكر الجيد من جانب العم كولر والأداء المتذبذب من جانب لاعبي الأهلي، يظل ديربي القاهرة واحد من أقوى الديربيات في العالم، أقوى ديربي في أفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط، ديربي الأهلي والزمالك الذي لا يخضع لأي مقاييس أو نتائج سابقة، الأداء فيه بيكون عالي جدا من الفريقين لأن الفوز بالمباراة بمثابة تاريخ للاعبين وتاريخ للفريق الفائز. هنيجي دلوقتي مع حضراتكم لتشكيلة الفريقين أو التشكيل المتوقع من وجهة نظري المتواضع. من وجهة نظري الشخصية إن الجد فريرا هيرجع تاني لطريقة 3-4-3 اللي خد بها الدوري العام الماضي. في حراس المرمى محمد عواد، قدامه هيبقى الزناري إلى جانب عبد المجيد وعبد الغني. خط النص هيبقى عبارة عن دونجا وإمام عاشور، على يمينه هيبقى عمرو السيسي وعلى شماله أحمد فتوح، قدامهم مباشرة هيبقى مصطفى شلبي مع أحمد زيزو، وفي الهجوم الصريح سترايكر سيف الجزيرة. عم كولر هيلعب بنفس طريقته المعتادة 4-2-3-1، في حراس المرمى الشناوي، قدامه رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، في اليمين هيبقى محمد هاني، وفي الشمال علي معلول، قدامهم هيشارك لاول مره مروان عطيه بسبب كميه الاصابات في خط النص الى جانب ديانج، قدامه مباشره قفشه، على يمينه هيبقى حسين، قدام قفشه حسين الشحات واحمد عبد القادر، وفي الهجوم الصريح محمود كهرباء. باجي مع حضراتكم لنهايه تقريرنا، واتمنى يكون عجبكم تقرير واحد من اقوى ديربيات العالم، الديربي رقم 10 حسب جريده ذا صن الانجليزيه، ديربي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. اتمنى مشاهده سعيده للجميع، واتمنى ان شاء الله باذن الله كلنا نستمتع بالمباراه، والسلام عليكم ورحمه